أمان الله مشاهدينا الكرام طيلة هالأيام اللي تابعتونا فيها. الأيام حتمشي مثل والله مثل نسمة الهواء العابرة. حنقول في أمان الله من حيفرح ومن حيكون فرحته بلص. مسعود ونايف يعز علي شخصيا فراق أحدكم، ولكن هي الأقدار بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. قدمت الكثير وهالكلام مناط للجميع وبشكل أخص اللي حيطلع في عرض الأخير اليوم وباقي الأيام القادمة. اسمحوا لي باسمي واسمك أيها المشاهد الجميل جدا والإدارة نقول بكل حزن استودع الله سبحانه وتعالى نايف الحزين. خلى دموعي في الموادعة تستباب، ليش مو الليلة مع الغروب تدري عليها الذاريات من الرياض. أبو عوض تدعزومك يا أبو عوض الله يسلمك. أثر الوداع والمحطات النجاح هذا رفيقي صاحب وجه السمو. يا حي عينك يا عوض، أي الطلاق إنك مجمل في دمك دمه. خذ حيلك كم من نواف وعربوش كلمه. حكايتنا عاشت على بطو مزور والله مزور. خلاص يا عبد الله رجل هلا يا خالد. لا يا خالد لا 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 يا خلاص عبد الله عبد الله فيك صلوا عليه عبد الله نايف اخذ عبد الله وخالد معك اخذهم خلوا نايف ياخذهم خلاص خالد روح مع نايف ظهرتوني يا قناة الواقع ظهرتوني
تبس ولد 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 محمد عيسى لا اله الا الله خلي الجوال اللي اخذه قبل شوي خلي يبكي بس 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 بارك الله في الكتمان يا ابو عبد ابو عوض نادى حمد وين هو يا ريت بيجون يتكلم جاي يا بارنتين ابو هند جالس يناظر يضحك راح الهلي وبعيد معهم توافي يقولها كل يوم لاني شامع عيد ابو أنا والله مسميك أبو ما تبي يعني ما خلمني إيه في ذمتي على ما يبي خويك أشد اللانك توقف شير بس لا ونيس ما أذكر أنك قد صادمتك مع أحد في البرنامج 48 يوم يمكن عشناها ساعة ساعة صدق جعل ربي يوفقك ويسر أمرك آمين آمين وأبشر بسعدك فيما تبي لأني والله ما خلمك جعل ربي طول عمرك أبو عوض إذا خاب شيء يقوم بالحيل وأتوقع أنك خاب اللي خطرنا كله بس يوم أنا نستانس ونضحك ونعرف رفيقنا زين ما بطالع طال عمرك إلا مسر أخوياه وأنت أبو عوض مجمل لنا حنا يا اللي حولك قريب ولأخوياك لأني ما خلمك سمعت يا أبو عوض والله يطول عمرك وشهد شهادة حق انه برفق شيء واجد الضحك ولا ناسه امور واجد ما يطول عمرك اللي يهون هذه كل ابوها ضحكتك الحين طال عمرك
وطلوعك لهك وعيد معاك الله يطول ولا نقابل بنتقابل برا ان شاء الله ونتعالى وندعم بعض باذن واحد احد سامي ريان ابو عوض اسال الله يوفق ذا الوجه وان يرزقك من واسع فضله وان يرزق الجميع والسامعين. نايف من الشخصيات اللي انا كنت قريب منها حيل. نايف اللي يفعولك اشوفها قبل كلامك. اي والله من دون قصور في اخواني وكلنا مكملين لبعض، لكن انت يا نايف كنت قريب حيل. اللي بفقده بفقدك كلك، لكن اللي اكثر شيء بفقده ضحكاتك. يعني اي والله يعني والله ما افقدك يا حبيب اخوك، وبيننا اللقاء ان شاء الله بعد البرنامج، وانت اخو اخو اخو. عسى الله يوفق دروج. الحبيب عوض تبدو تحيا نادي الحمد. هاي هميلي يقف الكلام والله العظيم اللي صادق. انت يمكنك انت كاسب جمهور وكاسب محبه اخوياك معرفتهم، لكن تاكد ان احنا الخساره علينا احنا. ما بقول فاقدك ولا انا بفاقدينك ان شاء الله، لكن فقد تواجدك وفقد شعرك. انت تكلمت عن الشعر، تكلمت عن العرف، تكلمت عن الامور اللي تحت الهوى اللي تقال وتسم وتشيل همها. والله انك تجيني وتقول لي شيء وانت تدري وانا ادري بالشيء اللي تقوله، هذا دل ترى دل على طيب راسك واهتمامك بالرجال من كبارنا اللي في البرنامج اللي لهم كلمه ومقام وقدر. التوفيق بيد الله والخيره، وخير دليل مبادرتك اللي البارح اللي جت من قبل وبغوا يكنسلونها الى اليوم، ومشيت انت وقدمتها الفئه مهمه وشيء مهم. اسال الله العلي العظيم ان يقبلها منك. امين الله يجزاك. ويقبل من فريق دعمك. الله يجزاك. الكلام يحير لكن بيض الله وجهك وعز الله ان فقدنا ان نرجع. الله يطول بوقتك. هاي عبود. مرحبا مرحبا نلف. انا ما طلع في بالي على طول الا يوم جيتني يوم راح ابو ظهير جيتني انا ونواف مسكتنا فوق تقول شدوا حيلكم الاسبوع الجاي ولازم تشدوا حيلكم ولا تطلعوا اوفسايد. ها شوف ايش صار فيك. جلال الله يطول بعمرك. جلال الله يطول بعمرك. مع اهلك والامور زين ويسره، ما عاد بقى الا 30 يوم. ونتقابل على خير باذن الله. باذن الله. سلمى. يا بعد اخو سلمى. اقسم بالله لو حاتني هنا يجي باكر يا ابو عوض اني ما وفيت حقك، قسم بالله. على شيء انت سويه تحت قلبك. انا اول ما شفتك بالتصفيات قلت يا رب انك معي. انت يمكن تخبر الكلام انت يا رب اذا انا مقبول ان النايف معي من التصفيات، والحين الحمد لله على كل حال وانت نجم الحمد لله باذن الله تطلع نجم ولا عليك خوف. عسى الله يوفق هالوجه. ابو هادي ارحب ابو عوض. لو اتكلم منه الى ينتهي البرنامج ما كفيتك حقك. ونعم الرجل ونعم الاخ ونعم الصديق ونعم الاهتمام. شاعر قدمت نفسك سمعتنا حتى الليلة شلة السبت كلماتك الله يطول عمرك. ونعم ونعم خدت جيت أنت تدور شيء وعينته، جيت أنت عينت بياض الوجه، عينت الخوة الله يطول عمرك. ولا ودي أطول لك تدري باللي في الخاطر. ما يحتاج أبو هادي. يلا حي. هلا هلا أبو تميم. يا زينك والله. زين يا عم. طيب قلب وضحكتك يا طيب من قلبك، وما تزيد السمن إلا عسل، واللي ما يكتب عسر وانا اخوك. نعم. واللي بيني وبينك اكبر من اي شيء اقسم بالله العظيم. ما كل الايام بيض وسمحة محي. بنشتاق لمزوحنا. اي والله صدقت بنشتاق لمزوحنا اللي كانت، وكل ما بيننا طال عمرك اي شيء يزعل الصدر. لا والله اللي فوق طال عمرك. وشوف هذا الحين في وجهك، شوف عنك تضحك. يا زينك والله يا ابو عوض. الله يسلمك. من المواقف اللي ما تدرون عنها بيني وبين ابو عوض، اوائل ايام البرنامج اشتد النقاش بيني وبين هالرجل. وكنا بنتهاوش انا وياه. اي خليه يجيب اللي بدايه البرنامج ايام التصفيات اول يوم لنا نوم بالمكان. لكن يشهد الله علي يا رجال، لو والله يعيد ذاك اليوم مني لحب راس الرجل، لان فعلا الرجل اللي ما تعرفه ما تثمنه. وابو عوض الله من الرجال اللي فعلا مكسب. هم اللي ينقال لهم معرفه الرجال تجاره، عز الله معرفه الرجل ذا تغنيك عن امور كثيره. ابو عوض اللي اشتد النقاش بيني وبينه قبل امس يقعدني على الغداء ويقعدنا كلنا، يمر عندنا يقول الربع قوموا جايب لكم غداء. وليته قالها مشى، قالها وصر عليها لين قمنا وتغدينا معه. فبيض الله وجهك يا ابو عوض. ونعم الاخ ونعم الصديق. والوعد ان شاء الله بعد البرنامج باذن واحد احد. باذن واحد احد. عليك زود. والله انا من حق المواقف اللي مرت علي وقفتي معك فوق.
قسما بالله انه ودي انا اللي طالع ولا لا انت ولا اخواني كل ما ودي اوقف على المسرح ولا معي الا واحد من اخواني ادري انه بيطلع وانت رجال وكفو داخل برنامج وبرا واللي ما يقسم عسر ولا كل يوم عن نشام عيد نعم. يا ربي يسمح دربك حم معك داخل برنامج وبرا برنامج كلها 30 يوم من واجهك ان شاء الله يحتاج ابوس الله يسمح دربك مرحبا كريم سبلة هلا بك مرحبا اذا غاب عنا ما يجي بيده فاطيه في ذمتي ذمه انك ونعم وانك نجم جوا البرنامج ولا برا البرنامج عسى ربي يوفقك ويسر امرك وين ما كنت وبيننا لقى باذن الله بعد البرنامج باذن واحد احمد مرحبا ابو عوض تبقى ابو مدعي الله ابو عوض قالوا ما يعني لو نتكلم احنا واخوياي فيك فوق قليل في حقك ترجال ما تعنيه الكلمه بدون قصر اخوياي كلهم بس مواقفك تثبت واللي بنفقده بنفقد ضحكتك الطيبه ما بيننا فقد ان شاء الله عقب البرنامج تواجدنا هنا بنفقد ضحكتك وسماجتك وغثاثتك ذي كلها بنفقدها ترى احنا شبه مستانسين ما عليك الامور طيبه الله يكرمك طيب امورك زينه جعل ربي ييسر امرك يوفقك يا اخوك نفقد الضحكه نفقد الشعر نفقدك الشعر تاكد ان انت حطيت لك بصمه اقرب مثال امس من امس حسن المسلم معي وسبنت راح تكسب اجر من وراي وفريق دعمك راح يكسب اجر عز الله بنفقتك ايش تعرف من فريق الدعم الله يوفقك سام الله يطول عمرك يسلمك جزاك الله خير والله مرحبا يا الله يبارك فيك ابو محمد يمكن لك انت اول رجال واجهته برا قبل البرنامج رحت انا وياك كل مره الله يبيض وجهك ويجمل حالك وانا اقول لك حسين والله اقولها لك والله انك حسام انتصر داخل البرنامج ورا البرنامج جعل عمرك طويل الله يسر امرك يا امين امين الله حي نايف يمكن اول موقف صار ما بيني وبينك في كتابه قصيده الابراهيم ايه واول ما قلت لي وكنا نسولف عن هذا الشيء قلت ودنا نعيش الشعور هذا يا مشعل ويمكن ضحكنا يمكن انا ولا انت يمكن نبتي على قصيدتنا وقلت لي استرسل يا مشعل ببياتي وبياتك في قصيده الابراهيم انت كنت تقول اقول لا ودعت ما ادري وين اروح اثر الوداع اول محطات النجاح وانا قلت لك ضحكاتنا عاشت على بسط ومزوح واليوم يبتسم انت وادعنا مراح والله انك فقيده وانك شاعر فحل وانك مثلت ربعك خير تمثيل ولك مكانه مو بس بقلب مشعل العنزي بقلب هالطيبين هذول كلهم اخويانا وانا متاكد في يوم من الايام اسمك راح ينذكر في كل شيء اللي يمثل نايف الحزيم يمثل ربعه الله يطول الله يستر عليك يا اخوي ووفقك وين ما توجه عليكم الحمد لله ينجح برا البرنامج توفيق الله تراك ناجح 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 الله يطول هلا يا ابو عمر هلا يا رجيب الله وبيت بناه الله انه له انه كان لي يخب والله بيني وبينه مواقف للي ما حد يدري عنها ما يدري عنها لنا وياه بس والله لولا الله ثم هو ان ما تلقوني كملت ولا تلقوني طلعت فوق لولا الله ثم هو كان لي اخو كان عضيد كنت اجد ظهري يبه اللي بغيت شيء ولا احتجت شيء جيته انا وعبد الله والله انها ايام التصفيات يوم طلع ابو ظهير انه سحبنا من عندكم كانكم تذكرون يوم ينادين انا وعبد الله والله يني بتيت من كلامه دمعت من كلامه لي دريت ان الانسان هذا يحبني ويحبنا كلنا جميعا والله يا ريجي ان الكلام ما يوفي حقه وانه خير من مثل ربعه والله العظيم وهذا هذا هذه ما هذه محطات النجاح هذه بدايه محطه نجاحك يا ابو واحد ولا تنسى تاخذني للدواد من وياك نفرفر بنتظرك ان شاء الله ختام فكم زياده العيد ثور اخصائي تخاطب
او نطق بلا ايه لازم تشوف عندك مشكله حرف الغاف موعد. حرف الغاف عندك تعبان اي بالله انا بعطيك هالعصا ذكرى اعتبر لا تنساها ابدا خلها والله العظيم كل ما شفتها تذكر العيال كلهم لا تذكر بسام الحارث اي والله يا ابو غاليين حتى اول ما سالتوني في البدايه قلت انت وش تخاف منه كنا بالريالتي قلت رجال انا خاف من الفقد يمكن مهون علي الليله هو كل برايم اقوى من الثاني لكن مهون علي الليله اني طالع ولا فقدت واحد من العيال اي يعلم الله لان هالشغله توجعني والله نقول الصاد لا مره ولا مرتين ولا ثلاثه واتصبر واتحمل على نفسي اقعد يومين لين اصحى اي والله لكن الحمد لله الحمد لله اول شيء ان اول بدايه لي من برنامج سكريبت في قناه الواقع وان شاء الله ما هي باخر محطه قدامي مشاوير طويله راسم لي خطه مستقبليه باذن الله اني ما خذلكم فيني وعلى كل كلمه قلتوها يعلم الله يعلم الله اللي كان يبحزن ابحزن على فقدي لكم اللي كان يبي اشوفكم الشاشه ويقول يا حلاها يا فلان ولا فلان اي والله نبي نسمع منك ما جهزت اي شيء اي شيء يا ابو عادي اللي تبيه ابو عد اقرب شيء لقلبي اي بالله اللهم صل على محمد والله اللي يطلع مطلع الشعر هالحين اللي على شرواي ما ادري علامه انا اكتبه من عام 25 ويردني وانا مجود اخطامه عين الصواب تقول لي صابته عين مير الزعيم يدل عرش الزعامه ومن لا يذوق قافيات هلا من ريم هو ابو زيد الهلالي سلامه من لا يذوق قافيات هلا من ريم هو ابو زيد الهلالي سلامه اشيل ما شاء الله ظهور البعريم هو بن اللي ما تشيله عظامه الشمس غابت فوق روس الضلعين وليل الهموم أسدل علينا ظلامه وبكره ما ندري تطلع الشمس من وين والله ما تدري لو تقوم القيامة استولت الغفلة على العسر واللين وتقول لي ما باقي إلا علامة ومرت علي أيام وشهور وسنين وناحت على خضر الجريد الحمامة وقعد تردد والمخاليق ممسين يا ليتني ما مرضى بالعدامة لو كنت أفكر وش بيصير بعدين والله ما تكني عليها الندامة يا كثر ما في بنت ابوها من الزين يا مسلمين الله فخامه 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 من عقبها ما عاد باقي مزايين وانا تعبت من العتب والملامه تو اعرف معنى افراق المحبين وهالحين انا ما عاد الا السلامه وانت اليوم من تنويتي تعودين في وجه روقي الخوال يا سلام يا سلام ما هو بيه كلمة أخيرة بروح أروح إلا هذه صورة صورة وداعية صورة جماعية تعال عيال هنا يلا يلا تعالوا عندنا يا بابا دقيقه قرب الزوم بشخص قرب ايه ادب الله يقوى يا ابو عوام عليك ابو عوام يا لبيك ترى ابو عيسى اللي سواه يلا انا بجيك ابو عيسى هالحين يا لبيك يلا صورنا مع الشباب ساعه ساعه ايش حلوه ايش سينه تعال عيال قرب سيار تعال يمين تعال قرب يا عيال قرب عصا الله يبيض وجهكم يا عيال يعلم الله يعلم الله ما ودي امدح احد على احد لكن يعلم الله انكم جميع على قلب واحد وانها جايزات لي اجي اسمعكم لكن قدر الله وما شاء فعل اي والله والله اني بفقدكم واستمروا على ما انتم فيه والله نقول ان شاء الله من المحظوظين البرنامج بقى عليه اقل من 40 يوم او حول ال 40 بتروح يعني ان شاء الله ما بها فقد الحمد لله الحمد لله لكن على وضع معاها لك حمد حمد عيد معاها لك اللي مقابلهم زي مقابلنا جيبوا الحمد عصا اللي ما يضبط وضعه ابو هادي ابشر سم عصاب يا ابو عوض سلم لي السلام ابشر نواف لو لزبزب اي بالله يا ها نواف نحطه في الشنطة معه تهرب أبي عصا هذه عصا الشيخ ما حق عصا أحمد لو وصيك على الرجال هذا عبد الله الشهراني يا رجال الحصان تكفين الحصان نواف وعبد الله الشهراني لو وصيكم عليهم
الله يطول بعمرك. آها يوم انتوجها يوم تركزها أصحى إذا تعبت منها جالك افتاحها يقرط عليها اعتبيري خلصها. يا سلام يا عيال الله وجهك عيال. أبي من وقتكم دقيقة بروح محمد عيسى اعتذر منه واجيكم ثانية وحدة أبعد انتظرك هنا. يلا رسالة عذر للجميع درب الفلا ضحكاتنا عاشت على بسط ومزوح والله مزوح واليوم يبكي من توادعنا مراح. أنا آسف أنا أعتذر يا أبو عيسى لكن والله ما مشيت بمبادرة الرجال اني لارجع لك. سامحنا يا ابو عيسى سامحنا. انا يعطيك بوسات وين في الموادعة تستبا. ليش الشموع اللي لا معنى غروب تدري عليها الذاريات من الرياح في قتلي حمات وعلام وصروف في صفحة الأيام واللي راح راح وقول لا ودعت مدري وين أروح أثر الوداع والمحطات النجاة هذا رفيقي صاحب الوحدة. الله يطول بعمرك الله مبروك. هذه من ثمرات البرنامج يعلم الله. ولا في خرقة بإذن الله احنا قريب بالله بطلع عاد بقى لنص المشوار كملوه. ربي يطول عمرك. اسمك قبل البرنامج واثناء وبعده تراها محطة نجاح. الله يحفظك في استرعى الله يستر. نايف الاسبوع اللي راح تقول الكبار والله انك كبير الله يكفينا الشر. والله انك نجم قبل البرنامج واثناء وبعده وين شعرك وبصمتك ومرجلتك واضحة تراها محطة نجاح وانت ناجح وبشر بالخير. الله يستر عليك. معوض طالب مساء مسيرتك جني ما حرمك فخرتك اللي انا كمينة عنك جني بيض الله وجه بيض الله وجه لا تسجلها والله نسجلها داخل ولا برا اسلها علي والله نسجلها انا كيك واحمد بحي بعد انا واحد من واحد ابد لكن البارحة كانت تقول لي ادشن وياك عمل والله ندشن بإذن الله بس ودك في البرنامج ولا برا البرنامج ودك ندشن كلها كلها بدشن مرتين هنا برا وداخل يقول لك تطلع برا مع ادري يا ربي يحفظك يا ابو عوض الله يستر عليك كسبت قلوب اخوياك يا ابو عوض نايف اللي حببنا فيك اكثر ضحكت الله يطول قول يا الله الله يرزق بالوجه اي والله والله اني احب الله يوفقنا وياكم يا ابو عوض الله يوفقنا وياكم يستاهل امرك والله يوفقك يا حبيبي اللي تبيع عندك اخ هنا اسمه بس اللي تبيع شوف يا بعد راسي قدرتك ما نسيت يا عوض يا بعد راسي قبل تروح انت دبلوماسي خبيث الله يسلمك شنو مين عليك ربعي يلا وين ضاحي لبشير لبشير يلا ما يمديك ما يمديك ما يمديك دقيقه يا شلوني شلوني ها ليه ما عاد ما طلع انزل الله يبلشكم يا الله ودعتكم الله يا عيال انتبهوا لبعضكم الله يسر عليك يا ابو عوض منو من هنا ما يفتح الباب لين توخروا عبد الله شليب من هي مو يكلم بعض ينطر ويفتح اي شوفوا بعض الكاميرات يبي الكاميرا من يم الباب يا ابو هشام عجل علي
لا والله لا والله زيني ما خلمت حماد الله الله بالعيال حمد ارحب ابو ضيف الله الله بالعيال انت سلطان كلهم اخواننا لكن انتم على ما قل الدين الام الله ومعهدكم بالله اللي يشوفه حمد لو شوفك فاصل على احد من العيال انا اللي اجيك لو اطلب على الجدار لو اخلي حسين يدني على الدروب اسمع الله خشمي يا ابو عوض كل العيال الله الله وسلطان حمد والله والله يا اخوان عيال عيال حسين حسين يا عيال يا عيال عيال لو اوصيكم في بعضكم تكفون يا رجي تكفون لو اوصيكم في بعضكم لا كبيركم ولا صغير من توادعنا مراح